أولى فقراتنا الصباحية أريج رح نبداها بجرعة كبيرة من النشاط والحيوية وحبس الأنفاس مع عالم السرعة، والمرحلة الثانية من رالي بطولة سوريا لسباقات السرعة من البطولة الثانية عشرة اللي تضمنت 23 متسابق. للحديث أكثر عن هالبطولة، طبعا بطولة سباقات السرعة، وأيضا خلينا نرحب بخالد الأتاسي مدير سباق المرحلة الثانية من بطولة سوريا الـ 12 لسباق السيارات السورية، وأيضا الكابتن المتسابق المخضرم أنس القوادري. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم ضمن صباحنا لليوم. يا أهلا وسهلا فيكي، صباح النور. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على المرحلة الثانية من سباق الـ 12، خبرونا عنه أكثر. الحقيقة نحن كنادي السيارات السوري كان بداياتنا مع سباقات السرعة من عام 2003، وصار في توقف لفترة بسيطة، رجعنا عاودنا البطولة، رجعت البطولة للحياة مجددا ب 2015. الحقيقة 2015 كان شيء تجريبي أو تدريبي لحتى نرجع بس نطري هيك المفاصل شوي للشباب، و 2016 رجعت بطولة نظامية كانت نسختها 11 السنة الماضية، والسنة هي النسخة رقم 12. فعليا راح علينا كم سنة، إن شاء الله بدنا نعوضهم، نصير نعمل بطولتين كل سنة يعني إن شاء الله. هلا البطولة مؤلفة من 3 سباقات. قضينا أول سباق ممتاز، كان رائع، وهلا من يومين كان في السباق الثاني. بقيان سباق ليكون الحسم مين هو اللي حيفوز باللقب تبع بطل سوريا لسباقات السرعة. بموضوع بشكل رديف أيضا عنا بطولة الدريفت. الدريفت هي رياضة الانجراف، وهي رياضة جديدة نادي السيارات عم ينظمها. إذا بتشوفيهم هدول السيارات اللي بتحب تمشي بالعرض على طول بخمس وبيعملوا دخان من دواليبهم وكذا، هي البطولة الثانية، هي الدريفت، هذا الدريفت. فنحن الموسم هلا صار ماضي عليه سباقين سرعة خلصوا وسباق دريفت خلص، رح تستمر ان شاء الله النشاطات الرياضية لغاية 26 الاول. حلو. ومن هون لوقتها بيكون بين معنا مين بطلنا بالسبيد تيست او بسباق السرعه ومين بطلنا بالدريفت. اكيد نحن الكاميرا الاخباريه كانت متواجده برفقه زميلنا سديم القاسم، نقلت لنا شوي من اجواء الماراثون خلينا او الرالي خلينا نحكي. تمام. نشوفه ونرجع نحكي. يلا. عادت الحياة مجددا لحلبة نادي السيارات السوري في معرة صيدنايا ليرتفع صوت المحركات مرة أخرى عبر المرحلة الثانية من بطولة سوريا لسباقات السرعة للسيارات بمشاركة 23 متسابقا وسط منافسة كبيرة بين المتسابقين في مختلف الفئات، فيما لم يوفر نادي السيارات السوري جهوده للخروج بسباقات ناجحة مستعينا بكوادره الشابة. أعدنا إحياء بطولة سباقات السرعة بعام 2016 بعد ما أدركنا أنه لسه جمهورنا عنده الإرادة والرغبة أنه يقطع المسافة بين دمشق وصيدنايا ويجي محبة بهي الرياضة، وشعوره بالطمأنينة حاليا كتير صار واضح. حقيقة عملية احتساب التوقيت هي عملية معقدة، بتستخدم تجهيزات كتير متخصصة رياضية، بتعتمد على بيم ليزري اللي هي أجهزة القياس، في منها على الستارت في منها على الفينش. هدول البيم الليزري بياخذوا بشكل دقيق وحساس عملية دخول السيارة على التراك والخروج منها. المنافسة اشتعلت بين المخضرم أحمد حمشو وأنس قوادري لتشتد حرارة السباق مع حرارة الطقس، وخصوصا مع انطلاق جولة ما بعد الظهيرة قبل أن يصل التنافس لذروته مع جولة التوب 10 والتي تمكن الحمشو من حسمها بعد تسجيله دقيقة و25 ثانية و76 جزءا من الثانية، مكرسا تفوقه على القوادري الذي سجل دقيقة واحدة و26 ثانية و21 جزءا من الثانية، فيما ذهب المركز الثالث للمتسابق أحمد كريزان. فس كتير عالية والشباب المستوى كتير مرتفع، وعم نتنافس كلياتنا على ثانية تقريبا من أول 3 مراكز. أدرينالين عالي، وإن شاء الله بنتمنى من الله التوفيق إنه نحافظ على المركز الأول لهالسباق. بحب خبرك إنه نحن فضل من عند الله بين هالسنتين هدول صار في تحسن كتير كتير كتير. صحيح نحن لساعتنا محدودين بموضوع سباقات السرعة، وبنشكر نادي السيارات سوري على هذا الشيء
يعني قدرنا يتيح لنا الفرصه انه نرجع لحلبتنا لهون. المنافسه كثير قويه والشباب صراحه كله محضر سياراته يعني بشكل منيح وكل واحد حسب فئته طبعا، بس بفئتنا نحن البروتوتايب السيارات ما شاء الله كثير كلهم مجهزين بطريقه منيحه. ختام السباقات كانت بتتويج اصحاب المراكز الاولى في فئات السباق المختلفه، ففي فئه الانتاج التجاري حل ربيع زبداني في المركز الاول، واعتلى محمد الفوال فئة الدفع الخلفي للإنتاج الخاص، وجاء طالب أبو حرب بصدارة فئة السحب الأمامي للإنتاج التجاري، وإياد أبو قورة لفئة السحب الأمامي للإنتاج الخاص. وفي الفئة الثانية عشرة جاء أحمد حمشو أولاً، وحل ربيع زبداني أولاً في الفئة الثامنة، وذهب المركز الأول للفئة الخامسة إلى عمر فليون، والفئة الأولى لزاهر دحكول. المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة سوريا لسباقات السرعة ستقام في 29 من شهر أيلول القادم في حلبة النادي بمعرة صيدنايا. كابتن أنس، شفنا كيف كانت الأجواء، يعني كان في روح من المنافسة والنشاط، كان يعني كتير جو حلو. خبرنا شوي عن المتنافسين والمشاركين بهالمسابقة، وأيضا يلي حصلوا على المراتب الأولى واللي أكيد أنت كنت منهم. هلأ نحن من ناحية التنافس كان كتير نحن مضغوطين بشكل أنك تطلع اليوم بتلاقي الرقم أو الوقت، خلينا نحكي الزمن عفوا، الزمن كتير قريب، يعني هالثانية اللي بين ثلاث متسابقين عم إنه مين بده يوصل هالثانية يقطع هالثانية، هذا زمن كتير صعب. والصعوبة اللي فيه إنه التنافس باين إنه قوي كتير، يعني هلا نحن أحمد كريزان وأحمد حمشو، المنافسة معهم كتير صعبة لأنه تجهيزهم عالي ونحن تجهيزنا عالي الحمد لله، وعم نكون قريبين عليهم بشكل يعني دوما لاحقينهم. ما شاء الله سياراتهم قوية ونحن يعني سيارتنا ما لا قوية، مو عم نقول إنه سيارتي ما لا قوية، بس لا هي قوية السيارة، بس إنه لازم تكون قريبة عليهم بشكل صحيح لحتى تقدر تجيبي مركز منيح. المنافسة للفئة الثانية الإنتاج التجاري كتير تحسنت لأنه المتسابقين اللي عنا شباب كمان مخضرمين مثل ربيع الزبداني، إياد أفغاني، الشباب رجعوا للياقتهم، لأنه نحن بعد هالانقطاع هذا اللي صار مثل ما قال خالد إنه بدنا نطر المفاصل لحتى يرجعوا من أول وجديد، يردوا يهيئوا وسياراتهم ترجع تهيئ من أول وجديد، نقدر يحدد مساره ويحدد طريقه كيف إنه بده يمشي، كيف بده يخطي خطوته الأولى لينهي سبقه. عم يصير فينا انه نحن هالفتره هي اللي تركت وثلاث سباقات صار في ضعف عنا شوي، يعني ضعف عنا انه لحتى نكون منافسنا كنا نطلع ننافس بالشرق الاوسط برا اردن لبنان، نقدر ننافس سيارات ونقدر نكتسب خبره اعلى. ان شاء الله هالسنه الجايه تكون في منافسه، ما بعرف خالد عم نقول له يعني انه ان شاء الله يكون في الهيل كلايم نقدر نعمل شيء جديد لنا ولبلدنا، يعني نقدر ننافس ونتمنى الخير للجميع يعني كلياته. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق وتكونوا يعني بمستوى عالي من المنافسه. اكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق، ومثل ما قلت يمكن هي قصه انه كمان بعد انقطاع تطوير هي الخبرات وانه ترجعوا على الساحه بقوه بدها يمكن شويه وقت، بس ما ينخاف عليكم. هي صعبه، والتحضير هو صعب بوقت انك انت تكوني مضغوطه فيه لحتى تقدري تعملي، يعني هي هلا هدول السيارات مثلا طلعتهم بالطريق مشيتهم بالطريق كمان صعبة، بس مثل ما سمعتوا الصوت تبعه يعني بيخلي الواحد يرتعف، يعني ما بتقدر دوما انكم متاح لك الفرصة لك تاخذها لقريش دورة معك. اكيد خلص وافقنا. خلينا نحكي استاذ خالد كمان عن انشطة النادي اللي بتضمن سباقات السرعة ودريفت مثل ما حكينا عنها، شو الانشطة الثانية ممكن تكون؟ هلا نحن ما بدنا نقول، نحن كنا نساوي رالي اكتشف سوريا، كنا نساوي رالي سوريا الدولي. رالي سوريا الدولي هو رالي كان يصير بالصحراء،
وكان هو مرحلة من مراحل بطولة الشرق الأوسط. يعني كان لابد لأي متسابق عم يشارك ببطولة الشرق الأوسط أنه يجي لسوريا أو يشارك بمرحلة سورية. طبعا صار التوقف. في عنا كمان لسه سباق اسمه تسلق الهضبة. تسلق الهضبة كمان مثل ما عم قلك بعد ما صار التوقف هلأ بدنا نحي ستيب باي ستيب أول بأول. هلأ قدرنا الحمد لله نمشي سباقات السرعة شغلة جديدة اللي هي الدريفت. إن شاء الله هلأ تسلق الهضبة. تسلق الهضبة هو سباق بيصير على طريق جبلية صاعدة طولة تقريبا 3 كيلومتر من تحت لفوق. وين المنطقة المحتمل يكون فيها كان سباق؟ يصير بداية بمنطقة سيدنايا بطلوع اسمه شيروبين. هو طلوع دير الشيروبين. بعدين رحنا على القرداحة في طلعة عند جوبة البرغال. طريق جوبة البرغال هذا اللي بنسمعه بالنشرة الجوية. طريق جوبة البرغال القرداحة مغلق بسبب أعلى نقطة. هذا كتير عالي وطلوع رائع كان ومنظر بجنن. هذا إن شاء الله السباق تبع تسلق الهضبة مثل ما قال أنس هو السباق من السباقات الخطرة والاحترافية جدا وبده معدات خاصة بالسيارة. لازم يكون في قفص الحماية الحديدي. لازم يكون المتسابق لابس اللباس اللي مضاد للحريق. يعني له أموره. هو سباق رائع جدا. كان سباق على مستوى المنطقة من السباقات المتميزة. فإن شاء الله العودة بإذن الله. النوايا لسباق تسلق الهضبة بالعام القادم إذا الله قدرنا إما بشيروبيم أو باللاذقية بالقرداحة لله إنه يصير. وغير هيك نحن نفس الرياضة اللي نحن هلأ عم نساويها كسباقات سرعة وكدريفت نحن عم نحاول من خلال المسارات اللي بنرسمها. نحن كل مرة في رسمة مسار جديدة بالحلبة. لما يكون سباق ضمن حلبة منغير رسمة المسار. فأيام تعتمدي أنه يكون فيها كواع أصعب. أيام تعتمدي أنه يكون فيها مدات أكثر عهون ما نحن بنشكل الرسمة. عم نحاول أنه دائما نرفع سوية الشباب لحتى يكونوا مهيئين للمشاركات الخارجية. نحن صار عنا وتوقفنا لفترة بسيطة برا ما حدا وقف. بس نحن أكيد بهمة الشباب عن جد أنا واثق تمام الثقة أنه بشكله خطر على المتنافسين برا. وإن شاء الله رح نروح ونرفع علم سوريا مثل ما فادي حمادي المتسابق فادي حمادي رفع العلم السوري للسعودية هلأ تقريبا من أسبوع وبسباق تسلق الهضبة السعودي الأول بعتقد كمان. فإن شاء الله الوعد أنه كل جهدنا لحتى يضل علم سوريا مرفوع خارج سوريا إن شاء الله. كابتن أناس يعني مثل ما ذكرنا يمكن رغم الظروف اللي مرت فيها بلدنا أنتوا رجعتوا لإقامة هالرالي وهالمسابقات اللي كلها فيها حماس. اليوم قديش طبيعة بلدنا كمان بتساهم وبتساعد لإقامة هيك سباقات؟ هلا معروفة بلدنا يعني بلدنا هي أحلى بلد. أنا لي أصدقاء من برا يعني بيتمنوا يرجعوا بس لسباقاتنا. يعني لي أشخاص بالأردن أشخاص باللبنان بيقول لي أنا مشان الله يعني إمتى بدنا نرد نرجع ونسابع عنكم. يعني قديش هنن عندهم كترة بعدد السباقات. يعني يمكن إنه يكون عندهم كل 15 يوم أو 20 يوم في عندهم سباق. يعني كتير بيحاكوني بيقولوا لي أنا صار عم بصير سباقات خلينا ننزل على سوريا ننزل لعنكم. كتير عنكم جو رائع تنظيمكم حلو نوادينا. يعني مع احترامي للنوادي الآخرين عن جد أنا ما عم بحكي يعني أو عم أقول إنه بوجود خالد الحمد لله هو أخذ المرتبة الأولى بموضوع التنظيم. ويعني الحمد لله ما صار في عنا حوادث ما صار في عنا شيء. يعني كان كتير تنظيمنا كان عالي جدا. الأشخاص هدول بيراسلوني بيقولوا لي أنا مشان الله يعني إنه يا ريت تحكي مع النادي إنه إذا بنقدر ننزل في شيء الوضع لحتى ننزل. وضع بلدنا الحمد لله نحن يعني العالم اللي برا بفكرنا انه نحن عايشين بظلم وهي ما في شيء وعنا ويا لطيف وحرب ودن. لا الحمد لله ما في شيء. انا بحب خبرهم انه ما في شيء ورجعت الامور كلها هاي وهن عم نرجع نسابق. صحيح هن 3 سباقات هلا السنه الجايه بنوعدكم وهلا اخذت وعد من خالد انه يصيروا نرجع انه 5 سباقات والهليكلايم ترجع سباقاتنا وإن شاء الله خير يا رب. وبدعي كلها يعني بتما صارت كمان موضوع الجوبة برغال هذا طريق يعني أنا كتير يعني طريق سياحي طريق تسابق هو يعني مخيف جدا بنفس الوقت يعني بيرفع الأدريلين. يعني أنا واحد من الأشخاص اللي بحبوا هذا الطريق بشكل أني أطلع سابق عليه. يعني يا سمح الله
في اشخاص يقولوا لي انا انت بزيد الحماس يمكن انه يا سمح الله اذا قلبت مالك ما بتعطس ما في قرنه يعني قلت له ما في قرنه بتستقبلني يا حما يا حمص يعني بقى لانه من فوق من هون يا بننزل من هون يا بننزل هون اكيد نتمنى لكم السلامه ان شاء الله الله يسلمك اكيد ممكن مثل ما قلت كابتن انس كمان بما انه صار يعني بهمه الجيش العربي السوري المناطق عم ترجع كلها امنه صار في يمكن عندكم مجال اكثر حتى كمان انتم تجذبوا انظار العالم عبر الرياضه لهي المناطق انه نحن بسوريا عندنا اراده الحياه حتى بالرياضه مصممين انه نعمل شيء ونوصل خلينا نحكي كمان عن الصعوبات او حتى طريقه التحكيم برياضة رالي السيارات كيف بتم طريقة التحكيم كيف يعني كيف بيرافق الرالي حكم أو شيء نحن ما بنعرف هاي التفاصيل هلأ مثل ما قلنا خلينا نحكي أول شيء على سباق السرعة سباق السرعة بيعتمد على أجهزة توقيت دقيقة إذا انتبهتي على سبيل المثال باب المصعد له شعاع ضوئي إذا بتقطع شعاع الضوئي بيوقف المصعد تمام فنحن عنا نفس المبدأ بالسباق في عنا شعاع ضوئي لما تقطعوا السيارة بيشتغل جهاز التوقيت أوتوماتيك ما في حدا بيكبسه تمام ولما يوصل لخط النهاية نفس الموضوع الأجهزة اللي عنا هي أجهزة كتير احترافية لا يمكن التعديل أنا ما بإمكاني كمنظم أنا أعدل نتيجة على البرنامج حتما بدي أخذ مثل ما قرأت الحساسات فهذا بالنسبة للتوقيت واللي هو أهم شيء بالسباق السرعة بيعتمد نتيجة الشباب على التوقيت يعني بينزل أنس بيعمل الجولة بيقطع مثلا بدقيقة 20 ثانية و 23 جزء بينزل متسابق مثلا ربيع الزبداني بيقطع بدقيقة 20 إلى آخره التنافس على موضوع الوقت أما برياضة الدريف فالتحكيم هو الأساس يعني الرأي البشري هو الأساس المفروض برياضة الدريفت السيارة ما تمشي بشكل مستقيم تمشي بشكل عرضي كل ما زادت الزاوية اللي هي منجرفة فيها كل ما كان الأداء أحسن وتقييم الحكام الخمسة بيكون أحسن على هذا الموضوع كل ما كانت سرعة السيارة أثناء الانجراف أعلى بيكون الأداء أحسن بنحط لهم أقماع بلاستيكية مشان يدوروا حواليها أو يكونوا عم يمشوا بيناتها كل ما كانوا قراب من الأقماع البلاستيكية وما يوقعوها بيكون الأداء مثالي بياخدوا نقاط أكثر وفي عنا إذا بتشوفوها كمان أنتوا طبعاً الإخبارية دائماً هي قناة شريكة لرياضة السيارات ودائماً بيكونوا موجودين معنا في كمان كرة اسمها كليبينج بوينت المفروض السيارة تضربها بمؤخرة السيارة السائق بيضرب هالكرة المتدلية بمؤخرة السيارة كل ما كان عم يضربها من آخر السيارة كل ما كان تقديره أحسن فسباق السرعة يعتمد على أجهزة توقيت أما سباق الدريفت يعتمد على خمس حكام كل واحد بيعطي تقييمه للمتسابقين المشاركين أكيد يعني رياضة ممتعة وجميلة ونحن فخورين أنه بسوريا مستمرة هالرياضة ورجعت مثل قبل إن شاء الله وأحسن نحن نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله دايما بتحقق كابتن أنس مراتب أولى وكل التوفيق لكم كمان أستاذ خالد لهالشركة المنظمة دائما بشكل جميل ورائع وموفقين شكرا جزيلا وطبعا باسم نادي السيارات السوري بشكركم بشكر كل وسائل الإعلام اللي دائما هي مناصرة ومساعدة لرياضة السيارات ولإعادة نهضة رياضة السيارات وبشكر وزارة السياحة الراعي الدائم لإلنا وكل رعاة القطاع الخاص اللي عم يدعموا هاي الرياضة شكرا لوجودكم موفقين وإن شاء الله هيك منشوف رالي السيارات بكل أنواعه حتى من أكبر وأشهر الرياضات بسوريا شكرا لوجودكم شكرا ما راح نبعدك